فتح الغربي محمد علي منصف والمخالفة المخالفة لمحمد علي منصف محمد علي منصف يتمكن من مراوغة ايمن بلفل ينفذ الركنية يخرج الحارس عبد الرحمن بعبونة محمد علي منصف يراوغ ويرفع الكرة ثمرة مباراة للحكم خالد الجيزاني والسياسات تقدم شوط أول ممتاز سيطرة فرص وتهدي دقيقتين لعب كانت كافية لأبناء نبيل كوكي لافتتاح النتيجة كرة تبدأ من حمزة يونس لأوشي أكبا يمهد لمحمد علي منصر أساسي وسدد لخالد الحارس رامي جريدي وافتتاح النتيجة للاعب المنتخب الأولم افتتاح النتيجة بعثر أول ما ينبغي باللاعبين نديس فارسي المعلول أوشي أكبا إذكاء كبير في المراوغة والتوزيع ومحمد علي منصر بلمسة ذكية في خارج الحارس الجزائري. أفضل سيناريو للمدرب نبيل الكوكي في بداية المقابلة. ثلاثة تمريرات ذكية المعلول أوشي أكبا ثم محمد علي منصر يدون ثالث هدف ليه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في هذا الموسم. هدف خرج أبناء بوشار من مدارتهم الخلفية. سفيان ساس ومحمد علي منصر من بعد حوالي 30 متر في باغة الحارس بن السويسي تصويبه ما يعرف سرها الا لاعب الشهر من نادي السويسي محمد علي منصر هدف هو بالمناسبه الرابع لهذا اللاعب اللي عرف انتعاشه كبيره في هذه الفتره الاخيره انضباط كبير لهذا اللاعب اداء في تحسن من لقاء لاخر اكد انه المستقبل للاعب شاب اسمه محمد علي نتيجه في ملعب راجل فاضل في ملعب يعني كانت بعيدة من
قليل الإعادة من الفرصة الأخيرة للتسديد محمد علي بوسر توصل الآن لمحفوظ بريتس حديث بن عبد يخط الكرة محمد علي بوسر ولا مخالف والحارس ولكن ما يلبسش الكرة اختيار كانت التنفيذة المخالفة من محمد علي بوسر تنفيذة كانت مربوطة هاي الإعادة كرة اختيرة فوق اللعابة في الفريق ما يلبسش سيارة المزغلول محمد علي بوسر محمد علي بوسر الجهة تستغل أكثر بالنسبة لك الشخص الجهة اليسرى كرة ترجع من جديد محمد علي منصور يوزع التوسعة الثانية والهدف الأول الهدف الأول اللي طلع النادي الأهلي الشخصي الهدف الأول سومانابي محمد علي منصور في تنفيذ المخالفة والهدف الرابع عن هدف اللعب يا كبار جلا إذا سومانابي التنفيذ المخالفة محمد علي النصر يعني بيدلل على النتيجه بطلع على 6-5 في توفيق يجب عزي نجاح ارضيه ورزه اولى والركنيه الاولى محمد علي بن حمودة إعادة من محاولة علي المعلوم شادي الهمون حب يواصل العملية يتمكن من ذلك محمد علي منصر يسدد الكرة على العارضة الفوقية ترجع من الدفاع فريق قطع 48 أو 49 فرصة كبيرة تضيع من محمد علي منصر هذه الكرة من علي المعلوم وقدمية من شادي الهمون ثم الرأسية توصل ترويج ممتازة للمرة من محمد علي منصر أعطاها حقها بصراحة الكورة رأس ولا كان الأخر غير ما يمور لكن هذا قام تمويرة ومهاجم فريق المستقبل سدد لك إكوان كورة البرة نشوف للنادي الأهلي الشخصي توزيع من محمد علي منصر يعني زوز تغييرات اضطرارية بعد إصابة زوز لاعبين وكل مدرب زين تغيير التشكيلة الأساسية زكريا النفي في تنفيذ الركنية الثنائية مع علي المعلول يرفع الكورة والهدف الأول عن طريق محمد علي منصور كنت تتحدث عليه منذ الدقيقة الأولى تقريبا 50 ثانية فقط وهدف مبكر لصالح النادي الأهلي الصفاقسي ثم الضغطة ربما مطالبة بمخالفة تسلل من دفاع الجمعية الرياضية بجربة ثم مطالبة بمخالفة تسلل لهذه الإعادة ركنية ثنائية بين النافي علي المعلول يوزع ومحمد علي منصور اتجاه محمد علي منصور اللي يراوغ الحارس والمدافع ويحط الكرة في الشباك ويعطي التفوق الفريق مستر تلم التحضير ربما للتوزيع الان التوزيعه في ملعب الجزيره الراسيه والحارس الملكي الإعادة من زاوية أخرى ثم تسكين من زميل محمد علي منصر ومنصر بتصويبة مباشرة ما يعصلها إلى هو إغالة الحارس أيمن زيدان ويوقع على رابع هدف لي في بطولة هذا الموسم كويتي وغازي شلوف ومحمد علي منصر لكن التوقيع غاب في اللحظة الأخيرة على قائد الفريق كان يتحرك من جهته كاد على إثر العملية يحقق الثنائية ليه فريقه منصر يتحرك مرة أخرى وشلوف مكانش الحظ إلى جنبه وكورتو على القائم أربعة إدخال بعد منصر يتحرك في مرة فهد الدين بن يوسف تبديل ذكية في اتجاه إلى باع ياسين الخنيسي ترجع محمد علي منصر يسدد قريب يا الشخصي
يرفع الكرة محمد علي منصر التسديد والهدف الأول للنادي الساقسي في توقيت 5. يوسف السراري علي معلول في تنفيذ الكورنر يبحث على الرأسيات على البطولة الأول لكنه والهدف عبد القادر الحمروني بدور يمرر هدفها محمد علي نصر. أولى الأهداف لمحمد علي نصر لاعب النادي الرياضي الساقسي بعد مرور 13 دقيقة لعب، والخطأ يأتي من حسين الزرلي ارتباك في إخراج الكرة. وأولى في الدقيقة الثامنة ينفذها محمد علي مصر باتجاه طه ياسين الخنيسي التليق من كرة قامة يوقع أول أهدافه في المباراة. الساقسي بعد 72 دقيقة لعب كرة من دفاع سي اس اس في ظهر دفاع المنافس باتجاه ياسين الخنيسي اللي سجل ثاني أهدافه ويحسم أمر اللقاء. هو الهدف التعادل ممكن جدا. هدف التعادل من ياسين الخنيسي في 45 دقيقة لعب، يعني تقريبا الثواني الأخيرة في 45 دقيقة لعب. ياسين الخنيسي يحسم النقيشة لصالح النادي الساقسي بعد عمل مهم على مستوى دفاع نجم الرياضي الساحلي. الكرة كانت من محمد علي بوسر لفخر الدين بن يوسف، تمريرة يعني ممتازة لطه ياسين الخنيسي وعدل بروح الدقة. الآن 1-1 تتغير المعطيات. نشوفوا اللقطة الفنية بن يوسف كرة رأسية تيك توك هي طبعا طه ياسين الخنيسي ما خليش الفرصة للحارس طبعا البندوري. شوفوا اللقطة الفنية التبصر ثم الرأسية تمريرة يعني شوف مجهود فردي سهولة بتجاوز مدافعين القوة بهذه بقفصة يغلق الحارس سيمر بالأمام بالهدف الثالث في 45 أمام الإعادة. التمرير من توفيق الصالحي يراوغ اللعب من التيفي يراوغ خليفة البناني يدخل منطقة الجزاء سهولة كبيرة للساق اليمنى يغلق الحارس سيمر بالأي نفس توقيت الهدف الثاني سجل دريساك ويدي 43 في خلاف الفترة الأولى 43 في خلاف الفترة الثانية. محمد علي منصر محمد علي منصر ينتظر علي معلول على الجهة اليسرى يحاول التسديد ممتاز. النقطة الأخيرة على العارضة كرة محمد علي منصر وضربة جزاء. شكرا لك رياض. رياض معنا محمد علي منصر من أبرز اللاعبين الحقيقة اليوم في المباراة نتاع النادي الصفاقسي والنادي الرياضي حملون. اليوم النادي الصفاقسي بالرغم أنه هو كان خسر واحد بلاش إلا أنه تمكن من بعد باش ينتصر. محمد علي